مساكم الله بالخير. في انفراد إعلامي حصري ومهم جدا، ظهر رئيس نادي الاتحاد السابق منصور بلوي معنا في كرة في حلقة مثيرة ومهمة، وكانت حديث الرأي العام لفترة طويلة، وكان عنوان الحلقة الأبرز هو حلقة الحقائق والوثائق. انتبه. أبو ثامر، اتصلت عليك قبل تقريبا 10 أيام، قل أكثر ما أذكر بالضبط، لكن وقت خروج تقرير صحيفة الرياضية اللي هو نحط بس العنوان للمشاهدين كذا معلش اسمحونا، الاتحاد في سنوات الضياع. اتصلت عليك تليفون قلت لك أبو ثامر نبغى مداخلة على التقرير. التقرير يعتبر من أجرى التقارير اللي قدمت فيما يخص نادي الاتحاد، تقرير قوي، تقرير فيه كثير من المعلومات صحتها من عدمها، واتصلت عليك أسألك عنها. قلت لي تركي لو سمحت أنا ما بتكلم في مداخلة هاتفية، زمان الكلام انتهى، أنا إذا تبغى أرد على هالموضوع أنا بطلع أمام الرأي العام وأقدم شهادة على العصر، أبغى أقدم وثائق يقرأها الجميع. ليش هذا الموضوع تحديدا وأنت رجل تهمت انتقدت وفي أوقات خلنا نقول شتمت، ما عمرك طلعت مثلا زي ما أنا شايف اليوم عندك كمية أوراق كثيرة قدامك، ليش هذا الموضوع تحديدا خلى منصور بلوي يقول أخرج وبرد عليه لو سمحت يا تركي سطر سطر أبغى أرد عليه اللي هو تقرير صحيفة الرياضية؟ أولا أنا طلعت حقيقة لسبب يعني وجيه، والله ما طلعت يعني دفاعا عن منصور البلوي أو شيء. منصور البلوي الحمد لله عارف نفسه والكل يعرف منصور البلوي، وثقتي في جماهير الاتحاد كبيرة جدا، هذه أولا. الشيء الثاني أنا طلعت عشان شيء واحد، إن أهم مرحلة في تاريخ الاتحاد يصفونها بسنوات الضياع، أهم مرحلة حقق فيها الاتحاد إنجازاته اللي تعجز عن تحقيقها أو عجز عن تحقيقها أي فريق سعودي في الإنجازات التي تحققت في من يسمونها سنوات الضياع. حسيت أن هناك يعني كما كان هناك توجه لتشويه سمعة منصور بلوي، أيضا كان هناك توجه بالذات في السنوات اللي الاتحاد بلغ فيها قمته، في هنالك توجه إلى أن يصفوا هذه بسنوات الضياع. أي ليش ما كان رد من خلال الصحيفة؟ لا ما أرد من خلال الصحيفة لسببين، لأن أي صحيفة مهنية وتحترم نفسها المفروض لما قبل ما تنشر أي موضوع يعني تأخذ الرأي الآخر، لأن هذا أنت فيها اتهامات، فيها اتهامات تطال ناس وتطال سمعتهم وخدموا البلد من خلال نادي الاتحاد. فبالتالي أن المفروض أبسط شيء يعني، وخصوصا ان الاستاذ سعد المهدي يعني رجل متمرس، رجل يعني عارف ايش معنى رمي التهم جزافا بدون اي دليل، يعني ايش مصيره وفين حتروح يعني. لكن يعني طيب انت رفعت عليهم قضيه؟ نعم رسمي، رفعت رسمي نعم. على صحيفه الرياضيه فقط؟ لا، على صحيفه الرياضيه وثلاثه صحفيين. من الرياضيه ولا خارج الرياضيه؟ لا، اثنين من الرياضيه وواحد من خارج الرياضيه. رسمي سلم رسمي. من هم طيب؟ لا ما حجيهم يوم الأحد التبليغ إن شاء الله. يوم الأحد هذا؟ هذا إن شاء الله بإذن. ولأي درجة أنت ناوي تروح بالموضوع؟ لا للآخر ولا ممكن تقبل وساطة؟ لا نهائيا في هذا الموضوع لن أقبل يعني أي وساطة نهائيا. كان في اتصالات، صبرنا كثير وتحملنا كثير وقلنا إحنا في الوسط الرياضي، ولا وكنت أنا حقيقة قايل ومعاهد نفسي أني طالما أني داخل الوسط الرياضي لن أشتكي أي صحيفة أو أي صحفي، لكن أنا الآن برا الوسط الرياضي. وأيضا يلاحقون التقرير؟ يلاحقون؟ لا ضايقني، أنا قلت لك ضايقني فقط شيء واحد، لو فيه موضوع صحيح والله العظيم لا أطلع وأقول الموضوع هذا صحيح بكل شفافية. ها لكن اليوم زي ما قلت لك أخ تركي إحنا جينا نستعرض ما قالوا اوكي وبالوثائق على كل نقطه نقطه. انت قلت لي ان تركي معليش انا مصر ابغى بالوثائق سطر سطر على كل نقطه والحكم للجمهور. اما انك ترمي تهم وهي ليست حقيقه تضلل الراي العام وتضلل الناس وتضلل باشياء كلها وهم في وهم. صار في تواصل من صحيفه الرياضيه في اليومين اللي راحت؟ لا ابدا، ولا محاولات ولا اي محاولات، واصلا حتى لو صار في تواصل انا لن اسمح ان يكون في تواصل بيني وبين الرياضيه.
طيب أنا راح أقرأ التقرير قدمه الزميل محمد العاصمي، راح أقرأ الأجزاء وراح نأخذ كل موضوع مثل ما أنت طلبت تقول، أبغى أرد على كل سطر في التقرير بوثائق، وراح نشوف الوثائق اللي موجودة معك. بداية في كذا عمود كاتبه الزميل محمد العاصمي يقول: ليس من الصعب أن تصل للقمة، ولكن الصعب أن تحافظ عليها، وهذا ما حدث لنادي الاتحاد الذي استطاع أن يصل إلى أعلى قمة في البطولات الآسيوية ويحقق لقبها مرتين متتاليتين ويذهب إلى كأس العالم للأندية ويمثل خير تمثيل للأندية أو لرياضة بلد والمنتسبين إليه من شرفين وجماهير ولاعبين، إلا أن الاتحاد لم يستمر على تلك الحالة بل تردى مستواه شيئا فشيئا حتى وصل إلى ما يمكن تسميته بالهاوية، وبات يئن تحت وطأة المشاكل الإدارية والمالية والشرفية، ولم يبقى أحد إلا وتحدث عن الاتحاد وما يحدث فيه، ولكن كيف لنادي كان يتربع على قمة الأندية الآسيوية عام 2005 أي قبل أقل من بضع سنوات أن يصل لدرجة التسول والضياع الإداري، وما الذي أوصله لذلك، وما قصة لجان التحقيق التي تأتي في كل مرة لتفتش في دفاتره القديمة، وعن ماذا تبحث، واللجنة الموجودة حاليا هي إحدى هذه اللجان، وفي كل مرة لا أحد يعلم أين تذهب نتائج هذه التحقيقات، ثم ما هو الرابط بين الرئيس السابق وعضو الشرف منصور بلوي والحملة التي شنها على الإدارة الحالية برئاسة المستقيل محمد الفايز أو المكلف بالرئاسة حاليا عادل جمجوم وترشيح شقيقه إبراهيم البلوي، ولكشف هذه العلاقة فإننا هنا نحاول الربط بين أحداث واسترجاع تاريخ نادي الاتحاد الحديث لعلنا نصل لما يكشف القناع عن أسباب الانهيار المستمر. يعني الجماعة في التقرير محملينك أنه أنت سبب الانهيار، وعندما حقق الفريق الاتحادي الأول لكرة القدم كأساس وذهب للمشاركة في كأس العالم الأندية في اليابان عام 2005 وما صاحب تلك الفترة من صخب إعلامي كبير حول هذا النادي الذي رأسه رجل أعمال ويحظى بدعم كبير من العضو الداعم ومن خالد بن محفوظ يرحمه الله وما لهما من ملاءة مالية، جعلت الحديث عن وجود مشاكل مالية لدى الاتحاد هو نوع من محاولة الانتقاص من النجاحات التي يحققها منصور، ويدخل في جانب الغيرة والحسد ممن لم يستطيع أن يفعل ما فعله بناديه والنجاحات الكبيرة. ايش رايك في هذا التمهيد في المقدمة؟ تمهيد، بس الحمد لله انه كل تركيزه قمة الاتحاد وعنفوانه كان في عهد منصور بلوي في 2005، بس وصل الى مرحلة اليوم يقول انه من الانهيار والتسول المالي والاداري كان بسبب. احنا نرد على بالنقاط يعني. طيب خلينا نبدا باول موضوع يقول طيب حادثة وقعت عقب عودة الفريق الاتحادي من المشاركة في كأس العالم للأندية التي أقيمت في اليابان، كانت بمثابة الإشارة نحو الأولى نحو حقيقة ما يحدث في نادي الاتحاد وما يدور خلف الكواليس، عندما تفاجأت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بخطاب السفير السعودي في طوكيو في ذلك الوقت يقول بأن بعثة نادي الاتحاد لم تقم بسداد المبالغ المستحقة عليها لصالح الفندق الذي كانت تسكنه ولا قيمة السيارات التي تم استئجارها، واضطرت لدفع مبلغ مليون دولار تجنبا للمشاكل القانونية، وطلبت الرئاسة من السفير إرسال الفواتير كاملة للاطلاع على السبب الذي جعل المبلغ يصل إلى هذا الحد، وبعد مراجعة الفواتير كانت الصدمة وما احتوت عليه من تفاصيل وبالفعل تم سداد المبلغ. أنتوا غادرتوا ما دفعتوا الفلوس اللي عليكم؟ يا أخي إحنا هذا شيء يعني مضحك يعني حقيقة. يا أخي إحنا كنا مشاركين في كأس العالم تحت ضيافة تويوتا، يعني فكل البعثة كانت تحت ضيافة شركة تويوتا، إذا كان في فروق زيادة أو شيء أو من هالقبيل وجت، المهم النادي الاتحاد في النهاية سددها يعني وش المشكلة في الناتج كذا. لكن مليون دولار هذا مبلغ مو صحيح إطلاقا، ويطلع ويوروني المليون دولار هذه من وين جابوه، يقدمون الفواتير اللي جت بمليون دولار يعني. طيب كانت في بداية 2006 عندما يعني بعد هذه الحادثة جاءت الطامة الكبرى، والتي كانت في بداية العام 2006 عندما وصل خطاب من الاتحاد الدولي فيفا الاتحاد السعودي لكرة القدم، وهو الخطاب الذي فتح الباب على مصراعيه وأجبر القائمين على الكرة السعودية على مراجعة الكثير من الأمور والوقوف على ما يحدث خلف الدعاية الإعلامية الهائلة التي كان يحظى بها نادي الاتحاد ومصداقية كل ذلك. حمل خطاب الفيفا الذي كتب بلهجة شديدة بين ثناياها تهديدا مبطنا للكرة السعودية بمنعها من التعاقد على مستوى المنتخبات والأندية من أي لاعب أو مدرب أجنبي إذا لم تقم بحل القضايا المرفوعة على نادي الاتحاد في الفيفا، ووبخ الفيفا الاتحاد السعودي على سوء تعامل أنديتها مع أعلى سلطة لكرة القدم، وهو الأمر الذي جعل رئيس لجنة الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر يتكفل بالخطوة الأولى في حل هذه المعضلة التي كان وقعها الاتحاد السعودي مزلزلا كونها تهدد سمعة الكرة السعودية دوليا، وهي التي تحظى باحترام عالمي.
بناه المغفور له بإذن الله الأمير فيصل بن فهد. القضايا اللي حلها الدكتور صالح بن ناصر هدد الاتحاد السعودي بسببك من قبل الفيفا. يعني هذا أمر غريب يعني صراحة، وهو يكذب نفسه بنفسه. أول شيء يقولوا أن عام 2006 أي. مضبوط ولا لا؟ إذا كان الدكتور صالح بن ناصر في ذلك الوقت، كان في بداية عام 2006 عندما وصل خطاب الاتحاد الدولي. أول شيء الدكتور صالح بن ناصر في ذلك الوقت لم يكن رئيسا للجنة الاحتراف، بل كان المرحوم الله يرحمه عبد الله الدبل. هذا أولا. الدكتور صالح بن ناصر عين كلف بإدارة لجنة الاحتراف في 15/2/2007 15/2/2007، ولم يكن الدكتور صالح بن ناصر في 2006 رئيسا للجنة الاحتراف. هذه بس بحد ذاتها تكذب لك المعلومة اللي قالوها أن وصل خطاب من الفيفا ويهدد ويقول وكذا وكذا. يطلعوا الخطاب اللي وصل من الفيفا واللي يقول أن يهدد هذا. إذا كان الدكتور صالح بن ناصر ما هو موجود واستندوا فيه ويقول ماجد قروب، ماجد قروب بعد تعيين الدكتور صالح بن ناصر في 3/6/2007 تم تعيينه في لجنة الاحتراف. فمدري من وين جابوا الجواب هذا 2006 والدكتور صالح بن ناصر، إذا كان الدكتور صالح بن ناصر ليس له علاقة في لجنة الاحتراف في ذلك الوقت. طيب إيش الخطاب اللي وصل في من الفيفا الاتحاد السعودي شديد اللهجة؟ اسألهم خليهم يطلعوه، لا تسألني أنا. هم يقول لك في 2006 وصل خطاب من هذا ونعالج الدكتور صالح بن ناصر. إذا كان الدكتور صالح بن ناصر أصلا ما هو في موجود في لجنة الاحتراف، وإذا كان عندهم خطاب زي كذا يطلعوه يحطوه يرفقوه. يعني موضوع أنت تنزله بإثباتاتك وكذا، تنزل الخطاب، كل هذا الخطاب اللي أنا بنسأل عليه في وقت رئاستك وفي وقت يعني الفيفا ورئيس الاتحاد الدولي عمره ما اشتكى من نادي الاتحاد. يا أخي اسمعني، أنا بقول لك شيء، ما في نادي في العالم، ما في نادي في العالم على فكرة، ولا في نادي كذا الا تصير له في بعض السنوات قضايا اكيد. اي خلي القضايا، لا انا ما اتكلم عن القضايا، انا اتكلم انه ارسل خطاب يقول نادي الاتحاد اضر بسمعه الكره السعوديه وكان راح يوقفها من التعاقدات. لا هذا ابدا مو بصحيح، وانا ادلك بشيء واحد، يعني رد عليهم، ابى ارد عليهم من الرياضه. يعني انا معنى الكلام هذا ان العلاقه سيئه بين الاتحاد، نادي الاتحاد في ذلك الوقت، وبين الفيفا. ما دام الفيفا يوبخ الاتحاد السعودي ويقول لهم النادي الاتحادي على سوء تعامله مع سلطة رياضية مثل ما يقول التقرير. طيب انا برد عليهم من الرياضية نفسها، من جريدة الرياضية. تفضل، انا باك تقرا وهذا وشوف التاريخ اللي هذا، شوف في الرياضية نفسها. بتاريخ 14 يوليو 2007، يعني بعد 2006 بعد ما يعني 14 هنا يقول كانت في بداية 2006 عندما وصل خطاب من الاتحاد الدولي للاتحاد السعودي. تفضل. هنا هذا العدد هذا للصحيفة الرياضية كان بتاريخ 2007 يوليو شهر 7 14/7/2007 يقول بلاتر يهنئ الاتحاديين في سابقة تاريخية، الخبر لمجد التويجري وسعد المشيخ وأحمد البهكلي. مضمون الخطاب وصف مساهمات البلوي الرياضية بالثرية. النص الخطاب مترجم كما تقدم صحيفة الرياضية. السيد منصور بلوي، أود أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم التهاني الحارة بمناسبة فوز فريقكم ببطولة الدوري السعودي للمرة السابعة في تاريخ نادي الاتحاد، وأود أن أشير بأن فوزكم لمرة ثانية باللقب بعد أن توج فريقكم بطل لموسم 2003 لدلالة على المركز الذي يشغله هذا النادي، وبالطبع فإن التهاني موصولة للاعبين النادي والمدرب والجهازين الفني والطبي وكل مشجعي النادي الذين سيحصدون فائدة عظمى من الرؤية والدور الذي تجسده رئاستكم. وختاما فإنني بالأصالة عن نفسي وعن الأسرة الكروية جمعاء أود أن أتقدم بشكر الجزيل لمساهمتكم الرياضية أو الثرية في نشاطنا الرياضي. هذا خطاب من السيد بلاتر شخصيا. نعم. مرسل لك أنت باسمك. أي نعم. أي علاقة يقول لك سيئة في نادي الاتحاد؟ إذا كان هذا في 14/7/2007 وبلاتر يهني نادي الاتحاد ويهني رئيس نادي الاتحاد لإسهاماته الرياضية، هو في جريدة الرياضية، يعني مش ما الموضوع هذا على فكرة كان منشور في كل الجرائد، بس أنا حبيت أني أجيب الرياضية لأنهم هم من نشر الموضوع هذا. طيب، في
في شكلت لجنة في عضويتها الدكتور صالح بن ناصر رئيس الاتحاد السعودي، يتكلمون عن عدد من الأمور. يقول هنا بدأت الأمور تتكشف على حقيقتها، ونزع الحجاب عن نادي الاتحاد وظهر الوجه الآخر لفترة رئاسة منصور بلوي، عندما كشف فريق العمل أن معظم اللاعبين الأجانب الذين تعاقد معهم الاتحاد كانت لديهم قضايا في الفيفا ضد الاتحاد، وبلغ عدد القضايا قرابة 20 قضية، وإجمالي المبالغ المطلوبة تتجاوز 34 مليون ريال. وعلى سبيل المثال للحصر، كانت هناك قضية اللاعب الهولندي الجنسية نور الدين بخاري. أول شيء كان في 20 قضية على نادي الاتحاد وعليكم 34 مليون، إيش عندك في هالجزئية تبغى تقول؟ هذا الجزئية مو بصحيح أبدا، الجزئية هذه ما هي بصحيح، ما كان في 20 قضية وأبدا لم يكن في نادي. أنا بديك خطاب، هذا هو من الفيفا في 27 جولاي 2007، مرفق فيها القضايا اللي على جميع الأندية السعودية. تفضل، هذا هو، وهذه القضايا الموجودة على الأندية السعودية ككل. ها ممكن تتفضل تقرأ، هذا خطاب الفيفا. ها وهذا خطاب في نفس الفترة يتكلمون، نفس في 27 جولاي 2007. هذا خطاب الفيفا وخطاب القضاء، وقرأ الأندية اللي عليها القضاء. في 1 2 3 4 الاتحاد عليه 6 قضايا على الاتحاد، في 1 على الوحدة مكة، في على الهلال قضيتين، وعلى النصر 4 قضايا، على النصر 4 قضايا، وعلى نادي الرياض قضية. هذا مرسل، هذا طبعا الجدول مرسل من هذا الجدول، حطه خذ احتفظ فيه ونزلوه على على السايد حقكم. طيب نزلوه. هذا مرسل من تليفاكس من الفيفا إلى الاتحاد السعودي. أوكي، بطلب من الاتحاد السعودي على فكرة. عليكم 6 قضايا. إيه، الاتحاد السعودي هو من طلب هذا أول ما تولى الدكتور صالح بن ناصر. تسمحنا نحتفظ بهذا؟ إيه طبعاً. ونزل الاتحاد السعودي طلب من الاتحاد الدولي إيش القضايا اللي على الأندية السعودية ككل، فجالوا هذا الجدول اللي مرفق لك، إن على الاتحاد 6 قضايا، وعلى النصر 4 قضايا، وعلى الهلال قضيتين، وعلى الرياض قضية، وعلى الوحدة قضية. طب كم المبالغ؟ لحظة اسمح لي، خلنا بس بقرأ المبالغ بعد ذلك. القضية الأولى فيها حدود حنرجع لها الآن. طيب، باستعراض 986 ألف دولار، وفي 650 ألف دولار، في 800 ألف دولار، 10 ألاف دولار، في 900 ألف يورو، كلها لا تتجاوز ال 11 مليون كانت او 12 مليون. 11 مليون او 12 مليون 12 مليون ريال اي، وسددت بالكامل. طب ليش قالوا 20 قضية ب 34 مليون؟ والله اسالهم، ولا واحدة من القضايا هذه تم ذكرها. لو استعرضنا الان، نستعرض القضايا اللي هم قالوها واثبت لك الان ان كل اصل القضايا الموجودة في الستة هذه، الستة هذه خلاف ما يقولون. أنهيت 6 قضايا ولا تركت الإدارة وهي عادة؟ لا لا، أنهيت في عهد إدارتي وأثبت لك موجود عندي بالفايل بالأوراق، وأنا من سددها. أنهيت كل القضايا على نادي الاتحاد، آخر يوم أنا موجود فيه في النادي اللي هي استقالة، اللي هي ثاني يوم تم الإقالة أو الاستقالة. هم استقالوك. المهم، أو استقال أنت ما استقلت ولا أقلت، أنت استقلت. مو موضوع، أنا بس أنا أثبت لك بالورق ومن الاتحاد السعودي. عطنا خلينا نشوف إذا عندك شيء. حنرجع. أبغى القضايا الستة. القضايا، أيوة هذه القضايا الست قضايا اللي موجودة عندك، اللي مع الاتحاد السعودي. والله كثير الأوراق بتاعنا، ملفات كثير. إيه لابد يعني. طيب جاهزة نروح الفاصل ولا جاهزة؟ لا جاهزة، بس أنت بتروح الفاصل، روح الفاصل، هذه هي جاهزة أنا عندي. موجودة عندك؟ إيه نعم، هذه هي القضايا، هذه هي القضايا الستة، وممكن تقرأ. هذه هي القضايا اللي موجودة من الفيفا، هذه اللي يتكلمون عنها هنا. إيه، هذه هم اللي يتكلمون عنها كذا، وهذه كانت مسددة منها 4 قضايا وبقي قضيتين. سددت 4 وبقي قضيتين. كان مسدد منها 4 قضايا لما جاء الخطاب الفيفا. أي، وهذا هو خطابنا إحنا نوضح
للاتحاد السعودي انه هذه مسدده ولم يتبقى الا قضيتين فقط على نادي الاتحاد ها وتم تسديدها ها وطلبوا منا حتى احنا كنا معاملين الاتفاقيه ومجدولينها مع في القضيتين الثانيه في القضيه الثانيه المتبقيه القضيتين المتبقيه كانت في قضيتين مجدولينها اللي هي قضيه نادي زيورخ السويسري وقضيه اللاعب اسوموفيتش اوكي اي وطلبوا رفضوا الاتحاد السعودي في ذلك الوقت الا ان ندفعها نديهم شيكات مصدقه فقلنا لما قضيتين اصلا احنا مجدولينها واحنا دافعين قبل اسبوعين ولسه باقي 3 شهور على الدفعه رفضوا الا ان نسددها هذا فصدرت لهم شيكين تفضل هذه هي الشيكين موجوده طب هذا الطلب من الاتحاد السعودي يعتبر اجراء روتيني عادي؟ لا كان المقصود فيه نادي الاتحاد شو مقصود فيه؟ مقصود فيه عدم تسجيل ان الاتحاد يجدوا اي معضله لتتعدى لان الاتحاد ما كان في ذلك الوقت يسجل لعيبته وهذا كان الهدف عدم أن الاتحاد ما يسجل لعيبه؟ يعني انا في ذلك الوقت شعرت بالشيء هذا ها؟ طب هم طلبوا شيكات مصدقه يعني ايش اللي مضايقك؟ لانه ما طلبت من انديه اخرى وسمح لها بالتسجيل في ذلك الوقت وهذه الشيكات المصدقه تفضل هذه في القضيتين في القضيتين وانتم المتبقي انتم عندكم اتفاق واحنا عندنا اتفاق ان ندفع دفعه ودفعناها وباقي دفعه ثانيه وطلبوا منكم شيك مصدق بكامل المبلغ للدفعتين المتبقيه وصدرت شيكين مصدقه هذه واحد ب 925 واحد ب 300 الف يورو طيب كلها باليورو صدرت لهم شيكات ومن حسابي وسلمت الخاصة. بعدين وسلمت ها وتم السماح للاتحاد بتسجيل لاعبيه الاتحاد السعودي اقصد الاتحاد السعودي سدد هالمبالغ يعني اخذها منك ودفعها اخذها وخلاها عنده 3 شهور طيب الى حين حان صار موعد التسديد على حسب الاتفاقيه نادي الاتحاد الى حين صار موعد التسديد وتم ارسالها شايف وتفضل اتمنى انك تقرا هذا خطاب دكتور هذا خطاب في شوف في 13 هذا الخطاب في 13/11/1428 طيب والتاريخ هذا مهم جدا بحيث انه شوف هذا خطاب الاتحاد السعودي لنا انه الاتحاد سدد كل ما عليه وانكم اصرفوا له الاعانه واصرفوا له هذا اتمنى انك تقرا عشان اقول لك انا ليش التاريخ هذا مهم في 13/11/1828 أرفق لسعادتكم صورة من خطاب لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص اللاعب السلوفاني أسيموفيتش ميلانكو والذي يشير فيه إلى استلامه لخطابنا الأخير وفي هذا الصدد يفيد الاتحاد الدولي بأن الأمر قد تم تسويته مع جميع الأطراف لذلك فإن لم يستلم من اللاعب أي لم يستلم اللاعب أي اعتراض حتى تاريخ 4/12/2007 فإنه سيقوم بقفل ملف الموضوع النزاع وموضوع النزاع كما يشكركم الاتحاد الدولي على اهتمامكم في هذا الخصوص عليه فإن لجنة الاحتراف أوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم تتقدم بالشكر لنادي الاتحاد على التعاون واحترام قرارات اللجنة والالتزام بها حرصا على سلامة العمل الاحترافي وسمعة الرياضة السعودية هذا من الأمين العام وقتها الأستاذ فيصل عبد الهادي لاحظ السطرين الأخيرة وهذا الكم في التاريخ كم في 13/11/28 ايش يقولوا في واحترام قرارات اللجنه والتزام بها والحرص على سلامه العمل الاحترافي وعلى سمعه الرياضه السعوديه ان الاتحاد السعودي يشكرنا على ان احنا اوفينا بكل التزاماتنا وكذا اقرا الخطاب اللي بعده للدكتور صالح بن ناصر سعاده رئيس اللجنه الماليه المحترمه هذا خطاب موجه من الدكتور صالح بن ناصر رئيس لجنه الاحتراف اوضاع اللاعبين انفاذا لقرار صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعايه الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم برقم وتاريخ 8/6/28/1400 والقاضي بعدم السماح لاي نادي من الانديه بتسجيل اي لاعب محترف جديد سعودي او غير سعودي اذا كان على النادي اي مبالغ ماليه مستحقه لاي لاعب اخر سواء اللاعب سعودي او غير سعودي مضى عليها كحد اعلى فتره عامين سابقين لتاريخ صدور هذا القرار الا بعد قيام النادي بسداد المبالغ المستحقه بموجب العقود والمستندات التي تثبت التسديد وحيث ان نادي الاتحاد التزم بالتسديد وفقا للقرار المشار اليه عليه امل اطلاع سعادتكم الاعاز لمن يلزم بصرف الدفعه الثانيه من اعانه الاحتراف المستحق لنادي الاتحاد
على الموسم الرياضي 27/28/400 بمبلغ وقدره 750,000 ريال، على أن يتم التنسيق بين اللجنة المالية ولجنة الاحتراف. ايش في هذا الخطاب؟ الخطاب هذا أنه سمح أن الاتحاد قام بالتسديد كل ما عليه وسمح بصرف الإعانة، يعني الاتحاد ما عليه أي مطالبة في ذلك التاريخ اللي هو عندك 13/11/1400. طب أنا هجيك أنا لحظة، خليني أكمل لك اللي. في 13/11/1428 نادى الاتحاد أوفى بكل التزاماته وسدد كل القضايا اللي عليه، ولم تبقى أي قضية على نادي الاتحاد. لأن هذا بعد ليش أقول لك الكلام هذا التاريخ 13/11؟ لأن ثاني يوم 14/11 تم إقالة منصور البلو. في 13/11/28 إيه؟ أنت يجيك خطاب من لجنة الاحتراف ووضع لاعبين في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم يشكر نادي الاتحاد على التعاون والله لازم أقرأ هالسطرين الأخيرة صراحة من جد، على التعاون واحترام قرارات اللجنة والالتزام بها والحرص على سلامة العمل الاحترافي وعلى سمعة الرياضة السعودية في 13/11. انت 14/11 استقلت. يعني انا اللي اقصده ان منصور البلوي في فترة رئاسته لم تكن هنالك اي قضية على نادي الاتحاد اي مسدد، وهذا خطاب من الامين العام وهذا خطاب ومن الدكتور صالح بن ناصر. حنروح الفاصل، بعد الفاصل نعود لمواصلة الحديث مع منصور البلوي ونشوف هالاوراق اللي قدامه نشوف ايش فيها. حياكم الله من جديد. منصور بلوي يكشف أسباب صمته الطويل ويفتح ملف الوثائق التي تبرئ ساحته، نتابع. أبو ثامر، الموضوع هذا أغلق قبل استقالتك بيوم أو قبل ما يستقلونك بيوم، طلبت منك هذه الشيكات. لا الشيكات كانت قبل معطيه، قبل الشيكات سلمت قبل الاتحاد. وكانت فيها يعني افتكرت شيء، كانت فيها نقطه ظريفه يعني حقيقه. احنا شيكات كنا كاتبينها باسماء اللاعبين وباليورو، باليورو بالعمله اللي في القضيتين طيب 925,000 يورو و300,000 يورو. فلما الاتحاد السعودي اخذ المبلغ وحطوه في حساب لجنة الاحتراف، أدخلوه في حساب لجنة الاحتراف، بعد 3 شهور لما جاء الموعد حق تحويل المبلغ للاعبين على حسب اتفاقية نادي الاتحاد، حصل هنالك أنهم جو يحولوا، كان اليورو ارتفع شوي، فصار فرق عملة صارت حوالي 114,000 أو إذا ما خانتني الذاكرة 116,000. طيب ها، فحبوا يحملونها نادي الاتحاد في ذلك الوقت، ها، وانا رفضت لان كانت ليش؟ لان احنا معطينهم المبالغ باليورو. انت اعطيتهم شيكات؟ اي باليورو. اي راحوا صرفوها ودخلوها في الحساب. بعد 3 شهور لما صار وقت السداد صار في فرق في العمله. اتصلوا عليه قال لكم اعطيتهم 100,000. لا طلب، كانوا محاولة انه في فرق عمله وكذا، قال احنا ما نتحمل اي شيء. يعني ارسلوا لك طلب رسمي؟ لا مش رسمي. تليفونيا يعني كانوا قلنا لهم احنا ما حنتحمل اي شيء. كان المفروض ما يصرفون الشيك. لا مو عن يصرفونه وما يصرفونه، بس احنا سددنا بالعمله اليورو. انا اقصد يعني انه كان المفروض انه ما يطلبوا، يعني انت كنتم تقولون في الاتحاد انه خلونا على الجدول، هم قال لكم اعطونا شيكات مصدقه صرفوها لما صار وقت السداد، صار فرق العمله ودفعها الاتحاد السعودي؟ اي دفعوها، هنا حولوا المبلغ طبعا. طيب تسمح لي بس، انا شايف قدامك ملف كبير. هذا لا خليني انا معلش بس ابغى اسال هذا الملف وش فيه؟ باخذه بالتفصيل وكل اللي فيه. بس هذا الملف فيه ما دفعه منصور، بعض ما دفعه منصور بلوي لنادي الاتحاد بالشيكات. هذه صور شيكات؟ اي ملف ذا هذا. طيب ومن حسابي الخاص يعني. بتكلم معك فيها. طيب. لكن اثارني بس شكل الملف. طيب على سبيل المثال الحصر، كانت هناك قضيه اللاعب الهولندي الجنسيه نور الدين بخاري وناديه سبارتا روتردام الهولندي ووكيل اعماله سلطان بلوي شقيق منصور بلوي، والذي كان حياكم الله من جديد. منصور بلوي يكشف أسباب صمته الطويل ويفتح ملف الوثائق التي تبرئ ساحته، نتابع.
أبو ثامر، الموضوع هذا أغلق قبل استقالتك بيوم، أو قبل ما يستقلونك بيوم طلبت منك هذه الشيكات. لا الشيكات كانت قبل معطيها قبل الشيكات سلمت قبل اتحاد سلمت قبل، وكانت فيها يعني افتكرت شيء، كانت فيها نقطة ظريفة يعني حقيقة. احنا شيكات كنا كاتبينها بأسماء اللاعبين وباليورو، باليورو بالعملة اللي في القضيتين، اللي في القضيتين طيب 925 ألف يورو و 300 ألف يورو. فلما الاتحاد السعودي أخذ المبلغ وحطوه في حساب لجنة الاحتراف، أدخلوه في حساب لجنة الاحتراف، بعد 3 شهور لما جاء الموعد حق تحويل المبلغ للاعبين على حسب اتفاقية نادي الاتحاد، حصل هنالك انهم جو يحولوا، كان اليورو ارتفع شوي، فصار فرق عملة، في فرق عملة، فرق عملة صارت حوالي 114 ألف، أو إذا ما خانتني الذاكرة 116 ألف. طيب ها، فحبوا يحملونها نادي الاتحاد في ذلك الوقت، ها، وأنا رفضت لأن كانت ليش؟ لأن إحنا معطينهم المبالغ باليورو، أعطيتهم شيكات إي باليورو، باليورو إيه؟ راحوا صرفوها دخلوها في الحساب، في الحساب بعد 3 شهور لما صار وقت السداد إيه؟ صار في فرق في العملة، في العملة اتصلوا عليه قالوا أعطيتهم 100 ألف. لا طلب، كانوا محاولة إنه في فرق عملة وكذا، قلنا إحنا ما نتحمل أي شيء، يعني أرسلوا لك طلب رسمي؟ لا مش رسمي، مش رسمي تليفونيا يعني، كانوا قلنا لهم احنا ما حنتحمل اي شيء. كان المفروض ما يصرفون الشيك. لا مو عن يصرفونه وما يصرفونه، بس احنا سددنا بالعملة اليورو. انا اقصد يعني انه كان المفروض انه ما يطلبوا، يعني انت كنتم تقولون في الاتحاد انه خلونا على الجدول، هم قالوا لكم اعطونا شيكات مصدقه صرفوها لما صار وقت السداد، صار فرق العمله ودفعها الاتحاد السعودي؟ اي دفعوها هنا، حولوا المبلغ طبعا. طيب تسمح لي بس، انا شايف قدامك ملف كبير. ايه هذا، لا خليني انا معلش بس ابغى اسال هذا الملف وش فيه، باخذه بالتفصيل وكل اللي فيه. بس هذا الملف فيه ما دفعه منصور، بعض ما دفعه منصور البلوي لنادي الاتحاد بالشيكات. هذه صور شيكات؟ اي الملف ذا هذا. طيب ومن حسابي الخاص يعني. بتكلم معك فيها. طيب. لكن اثارني بس شكل الملف. طيب على سبيل المثال الحصر، كانت هناك قضيه اللاعب الهولندي الجنسيه نور الدين بخاري وناديه سبارتا روتردام الهولندي ووكيل اعماله سلطان بلوي شقيق منصور بلوي، والذي كان يطالب وحده بعموله هذه الصفقه التي بلغت 12 مليون ريال، بالرغم ان رئيس نادي الاتحاد منصور بلوي قد اعلن في ذلك الحين انه المتكفل بكامل قيمه صفقه اللاعب، الا ان ذلك لم يحدث، وكانت القضيه المرفوعه في الفيفا هي المطالبه بكامل قيمه الصفقه ولم يدفع منها ريال واحد. 12 مليون عموله شقيقك سلطان، يعني اذا قلنا 10% المتعارف عليه هو عموله الوكلاء، صح ولا انا غلطان؟ نعم. يعني قيمه الصفقه 120 مليون للاعب. أول شيء هذا الكلام مو صحيح نهائياً، هذا الكلام مو صحيح نهائياً، لأنه أول شيء ايش يقول لك؟ يقول لك أنه في عهد أعلن رئيس النادي في ذلك الحين منصور البلوي أنه متكفل بقيمة الصفقة، وأنا نور الدين بخاري أول شيء لم يكن في إدارتي. نور الدين بخاري ما كان في إدارتي؟ لا ما كان في إدارتي. كان إدارة مين؟ كان في إدارة المهندس محمد جمال أبو عمارة، ما كان في إدارة منصور بلوي، عشان يعلن منصور بلوي تكفل بالصفقة. طيب إيه، ونور الدين بخاري، وممكن السؤال الأستاذ رأفت تركي ومحمد المهندس محمد جمال أبو عمارة، أني أنا كنت رافض التعاقد معه، واللي كان مصر عليه في ذلك الحين المدرب كالديرون، وقال انه يعرف اللاعب وانه يبغاه وانه كذا، وقلت لهم انا اللاعب ما يصلح، وكنت انا مرشح لهم لاعب اسمه طارق السكويتي يلعب في البرتغال، السكتاوي لاعب مغربي يلعب في البرتغال، وقلت لهم انا يا جمال اذا كنتم مصرين، قال المدرب يبغاه وكذا، قلت اذا كنتم مصرين تجيبون اللاعب، قال احنا مضينا واللاعب جاي، قلت له اذا كنتم مصرين تجيبون اللاعب انا اقول لكم اللاعب على حسب المعلومات اللي عندي ان اللاعب منقطع عن التمارين ومنقطع عن لعب المباريات، فعشان لا تخسرون فيه انا برايي انكم تعملوا ملحق للعقد
وتكتبه. جلست أنا مع الأستاذ رأفت التركي وحقيقة للحق يقال الأستاذ رأفت التركي من أفضل الناس اللي عملوا في نادي الاتحاد ومحب للكيان الاتحادي ورجل يعني فاهم بمعنى الكلمة بمعنى بما تعنيه الكلمة. يعني في شخصيات رجال مروا في الاتحاد أعتقد أن الاتحاد خسرهم، منهم الأستاذ رأفت التركي، منهم الأستاذ فراس التركي، يعني حقيقة يعني ناس يعني كوادر فوق الممتازة. فكان رأيي واتفقت أنا والأستاذ رأفت التركي عليه أن نعمل ملحق للعقد نكتب فيه أنه نور الدين البخاري إذا لم تثبت جدا هذا وتنقص من وزنك خلال 3 شهور أنه ما ليس لك أي مستحقات على نادي الاتحاد. وفعلا تم عمل. خليني أقول لك شو فهمت. محمد جمال أبو عمارة كان يبغى اللاعب كرئيس نادي وأنت كنت رافض. نعم. غير مؤيد. أبو عمارة كان مؤيد للمدرب كالديرو. طيب وأنت كنت تشوف حاس إنه اللاعب ما راح ينجح، كنت مسوي ملحق للعقد إنه في حال اللاعب ما أثبت وجوده ما يطالب الاتحاد بشيء، يكتفي بالرواتب. إيه لأنه طيب كان عقده. إيش اللي صار بعدين؟ تم عمل الملحق. إيه. شوفوا هذا هو باللغة الإنجليزية ومترجم من مكتب ترجمة. هذا هو. في إشارة للعقد الموقع بيني وبين نادي الاتحاد لشراء حقوق الاتحاد الاتحادية والمالية والاقتصادية لمدة عامان، أود أن أوضح في المرحلة الأولى من فترة التدريب لم أكن لائقا بدرجة كافية، هذا كلام اللاعب، لإثبات مهاراتي وقدراتي، لأنه شفاف والله اللاعب يعترف يعني أن النادي يسعى للحصول على لاعب مستوى عالي من اللياقة البدنية لتحقيق أهدافه. وعلاوة على ذلك أؤكد وأوافق على أن طريقة الدفع مقدما والبالغة 500,000 يورو يجب أن يتم تعديلها على النحو التالي: سيتم دفع مبلغ 100,000 ريال في 11/8/2008، وسيتم دفع باقي المبلغ والباقي 400,000 ريال فقط في نهاية فترة 3 أشهر فترة السماح بإثبات أدائي والفوائد التي تعود على الفريق إذا تم اقتناع النادي تماما بأدائي مع الفريق، بأنني سأكون عنصرا أساسيا للفريق نور الدين بخاري. وفي طبعا هنا بالترجمة أهم نقطة انه قال انه اذا في 3 شهور لم يثبت وجوده انه يعتبر العقد لاغي ولا يطالب نادي الاتحاد باي شيء. اوكي. طيب خلينا احاول على لاعب مستوى، مع ذلك فاني اطلب الحصول على موافقه للسماح لي ب3 أشهر ابتداء من 11/8/2008 حتى 11/11/2008 كفرصه اخيره لاثبات نفسي خلال هذه الفتره، سوف اعمل بجد لكي اصبح لاعبا ناجحا للفريق. نتكلم عن 3 شهور. ايه فعلا ما هذا، وتم الغاء عقده بالتراضي. ها وهذا ما يثبت انه بالتراضي، هذا اقرار اللاعب. ها انا الموقع عدناه لاعب كره القدم المحترف نور الدين بخاري المتعاقد مع نادي الاتحاد بتاريخ 13/7/2008، اقر باتفاقي بالتراضي مع نادي الاتحاد بجده على الغاء عقدي المشار اليه اعتبارا من 23/11، كما أقر بأنني تسلمت النادي كامل مستحقاتي طبقا لهذا العقد وتلك التي لجمت على إلغائي، وتعهد بأني لا أطالب النادي أو أي جهة أخرى بأي مستحقات نتيجة إلغاء هذا العقد. نادي الاتحاد العربي السعودي، توقيع اللاعب وبحضور الشهود في خطاب هنا ثاني. هذا من هذا من الاتحاد السعودي. فاصل قصير بعده نعود لمواصلة الحديث مع رئيس نادي الاتحاد منصور البلوي. حياكم الله من جديد. خطابات ومبالغ مالية وإشادة من فيفا لنادي الاتحاد شكلت قضية رأي في الوسط الرياضي. انتبه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نواصل الحديث مع الأستاذ منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد الأسبق. أبو ثامر، في سؤال كثير سألوا لي الناس، يقولوا لي إذا الشيكات اللي أنت أرسلتها الاتحاد السعودي بأسماء اللاعبين، شيكات مصدقة بأسماء اللاعبين، كيف صرفوها؟ والله هذا السؤال تسألهم في الاتحاد السعودي، تسألني أنا، هذا الشيكات عندك مصدقة وهذا تظهيرها، شوفه داخل حساب الاتحاد السعودي، في ظهرها لو قلبت الشيك تلقاه داخل حساب الاتحاد السعودي.
وهي مصدقة بس مع اللاعبين. نعم بس مع القضاء. بس مع القضاء بس مع نادي زيورخ واللاعب. والاتحاد السعودي صرفها. هي عادي صرفها وسددها الاتحاد السعودي يعني ما هي مشكلة. طيب نكمل معاك أبو ثامر في الـ في الـ في المواضيع عندك ال. طيب نور الدين بخاري واللاعب زراتي وعماد متعب في عندك قضية أوبينا مستحقات كامل عقدي. تفضل كمل ايش كتبوا هنا يقول لك. ومن القضايا التي اكتشفتها رجوع تقصي الحقائق المشكله بتوجيه من الامير سلطان بن فهد انذاك قضيه البرازيليين اوبينا مستحقات كامل عقدي وريناتو مستحقات كامل عقدي. ناخذهم واحده واحده. قالوا ان لجنه تقصي الحقائق ها؟ اول شيء لجنه تقصي الحقائق شكلت بامر من الامير سلطان بن فهد برقم 615 تقسيم ميم راء في 2/3/429 الموافق 10/3/2008 ها. وانا هذه اوراق بس عشان السرعه ممكن تستعرضها ان قضيه اوبينا تم قضيه اللاعب اوبينا انتهت مع نادي الاتحاد في 7/12/2006 يعني قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق بسنتين. كيف لجنة تقصي الحقائق تلقى قضية للاعب أوبينا وهي مسددة من سنتين ها؟ معلش أوبينا خلص في كم؟ ها؟ في 7/12/2006 ولجنة تقصي الحقائق كونت متى؟ لجنة تقصي الحقائق كونت في 10/3/2008 هذا الخبر أجابة الرياضية تقول أنه أوبينا هذا أوبينا وهذا تسديد هذا تسديد أوبينا هذا هو وهذه الحوالة البنكية حقت أوبينا وهذا خطاب الاتحاد السعودي ممكن تقراه ها وهذا خطاب الاتحاد الدولي على موضوع أوبينا انه سدد بالكامل وتفضل يعني لجنة تقصي الحقائق لو بحثت عن قضية أوبينا ما وجدت ما وجدت تلقاها مسدد تلقاها مسددة لأنها في 7/12/2006 سددت قضية أوبينا وتفضل هذا والشعار البنكي موجود حطوها على ال احنا كلها الأوراق بنحطها على ال على على تويتر البرنامج الشباب بس تاخذون هذه النسخ. ارفق لكم صوره من خطاب لجنه الانضباط في الاتحاد الدولي لكره القدم موجه للاعب البرازيلي مانويل دي بريتو فيلهو اوبينا والذي يشير فيه لاستلامه صوره من استماره التحويل التي تفيد ان نادي الاتحاد قد صرف المبالغ المعلقه للاعب ويطلب الاتحاد الدولي من اللاعب تاكيد هذه المعلومه باسرع وقت ممكن لاقفال ملف هذه القضيه. هذا كان بتاريخ 26/12/1427 هذا قبل تشكيل لجنة تقصي الحقائق قبل تشكيل. وشوف خطاب الفيفا هذا هو بان القضيه انتهت. شوف بتاريخ كم اكوردنج تو لاست انفورميشن انفو وفقا لاخر معلومات استلمناها من الاتحاد السعودي لكره القدم الدفع الكامل للاعب والقضيه اصبحت مغلقه. انا طبعا قاعد اترجم المكتوب بالانجليزي وطالع تاريخ الخطاب متى في 11/1/2007 قبل حتى تعيين الدكتور صالح بن ناصر رئيس لجنة الاحتراف. يا ساتر هذا هو. ومن القضايا التي اكتشفتها لجنة تقصي الحقائق بتوجيه من الأمير سلطان قضية اللاعب البرازيلي أوبينا مستحقات كامل عقده وفي خطاب عندك من الفيفا والاتحاد السعودي يقول لك أنه سد بالكامل بالكامل في 11/1 واستمارة البنك التحويل من حسابي هذه هي ايضا. طيب ايوه هذا التحويل من البنك الاهلي. طيب فاصل قصير بعده نعود. حياكم الله من جديد. منصور البلوي يكشف عن دعمه المفتوح لأخيه إبراهيم البلوي الرئيس الحالي لنادي الاتحاد ويطالب المندسين بالابتعاد. تابع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. الحديث لازال يتواصل مع الأستاذ منصور البلوي رئيس نادي الاتحاد الأسبق. أبو ثامر طلعت لي أنت موضوع خلينا نشوف تقرير تقصي الحقائق الأول. تبغى تشوف تقرير تقصي الحقائق اللي ما أعلن. ليش ما أعلن؟ الله أعلم. أبو شيء أنهت أعمالها قبل كل شيء. إيه أنهت أعمالها. طب ليش ما أعلن؟ والله العلم عند الله سبحانه وتعالى.
هذا كون في من الأمير سلطان بن فهد؟ كون من الأمير سلطان بن فهد؟ نعم، بناء على طلب من أعضاء شرف الاتحاد. يعني أعضاء شرف الاتحاد إيش قالوا؟ كانوا يبغوا يطلعوا على أموال النادي وفلوس النادي، كان النادي هو اللي بيدخل الفلوس. ما فهمت. أقول لك قالوا يطلعوا على مصاريف النادي. طيب إيش اللي معاجبك في الموضوع؟ كيف؟ إيش اللي معاجبك في إنهم يشوفوا مصاريف النادي وما دخل؟ لأن المصاريف أنا اللي بصرفها من فلوسي الخاصة. تقصد إنه ما في عقود رعاية عندي على أساس إني أصرف منها. إنهم يسألونك ليش كيف صرفت فلوسي؟ كيف صرفت فلوسي يعني؟ طيب أنت فاتح لي هنا على صفحة وفي عليها بال. لا بالأصفر. أقرأ يعني أساس هذا التقرير. قمنا بالواقع مع ظهرته الحسابات الختامية. بفحص حركة الإيرادات والمصروفات التي أنفقها النادي خلال الفترة من عام 2000 وحتى منتصف عام 2007، فأظهرت ارتفاعا ملحوظا في حركة الإيرادات خلال الأعوام 2004 2005 2006 2007 اللي هو فترة رئاستك. صح ولا أنا غلطان؟ نعم صح. مقابل ارتفاع كبير في المصروفات، خاصة مصروفات نشاط كرة القدم التي شكلت ما نسبته 80% من مصروفات النادي، حيث بلغ ما تم صرفه على نشاط كرة القدم 416 مليون ريال في الأربع سنوات. اي نعم. من إجمالي دخل تلك السنوات وقدره 532 مليون ريال نريدها فيما يلي. في الأربع سنوات النادي كان دخله 532 مليون وصرف 416 مليون منها كرة على القدم. كرة القدم. يعني عندك 100 وشوي مليون في أربع سنوات صرفت على الألعاب المختلفة. نعم. طيب شلون ما في مداخيل ويقول لك أنه المداخيل 532 مليون؟ في تبرعات شخصية، في تبرعات شخصية مني وفي تبرعات من مؤسسة إسهام وفي تبرعات منها. إسهام اللي هي لعبد المحسن الشيخ اللي هو العضو الداعم. أنا أقول لك مؤسسة إسهام اللي أعرف أنه محمد الشمراني رجل أعمال ويشتغلوا عندهم فنادق وعندهم طيران. بس احنا نعرف أنه إسهام كانت للدعم. طيب 416 مليون كرة القدم صرفت عليها، 532 مليون مجموع المدفوعات، بعدين في جدول للمدفوعات في فترتك أنت 2004 في خمسة. خلينا نقراهم كلهم تسمح لي بس بشكل سريع. في عام 2000 الإيرادات 11، المصروفات 12 أو تقريبا 13 مليون. في عام 2001 الإيرادات 19 مليون والمصروفات 13 مليون. 2002 34 مليون المصروفات 26. في 2003 الإيرادات 34 والمصروفات 27. فترة رئاستك للاتحاد بدأت ب 2004 107 مليون الدخل، يعني من 34 ب 2003 2004 صار 107 الدخل، المصروفات 75. 66 في عام 2005 66 مليون تقريبا ونصف، المصروفات 56. 2006 133 مليون الدخل وكاتبين 1050% نسبة الزيادة، المصروفات 122 مليون. 2007 125 مليون نسبة الزيادة 984% في مصروفات في الإيرادات والمداخيل، والمصروف 80 مليون و146 ألف. ومع ذلك يمكن ملاحظة ما يلي، أن 80% من دخل النادي قد تم توجيهه لنشاط كرة القدم، بينما لم تحظى بقية الأنشطة من كرة السلة والألعاب المائية والألعاب المائية والجماعية الأخرى ورواتب الإدارة العامة إلا بنسبة 20% من إجمالي الدخل. أن الإيرادات قد ارتفعت بشكل كبير خلال فترة الرئاسة للأعوام 2003 2004 2005 2006 حيث قفزت 1000% مقارنة بسنة الأساس لعام 2000 ميلادي. في هذه الفترة من اللي كان يدفع فلوس؟ يا أخي هذا عضو، هذا اليوم بالمناسبة كان حديث لعضو المحاسب القانوني وعضو هذه اللجنة منير رفة في جريدة عكاظ. هذا اليوم؟ هذا اليوم. تفضل. طيب بعيدين عن بعض يا أبو ثابت. طيب أكد على صعوبة إدارة الإدارات رفة البلوي، قدم 300 مليون من جيبه الخاص من مالك أنت. في هذه الفترة كان في عقود رعاية؟ لا أبدا، في عقود بسيطة. عقود بسيطة. أتكلم عن شركات الاتصالات كانت تدفع 50 و40. لا لا لا، ما كانت في عهد شركات الاتصالات، بدأت في 2009 مع المهندس جمال أبو عمارة أول عقد. كم اللي دفعت على الاتحاد من جيبك الخاص من حر مالك؟ من جيبي الخاص والله تقريبا بحدود 400 مليون وأكثر يمكن شوي. هذه غير أنت. مش إسهام ولا لا لا ولا لا بن لا محفوظ لا لا الله يرحمه. لا 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 الله يرحمه ولا أي أحد يعني.
طيب هذه ابو تامر. اي نعم ابو تامر طلع لك قبل ما تطلع لي اللي عندك. انا حروح للفاصل حرجع مع الجزء الاخير راح نشوف اذا كان في وقت راح يعطونا اياه اداره روتانا. ابغى اسالك الان بعد ما كشفت كل الاوراق هذه عن الاسباب. اولا يا شيخ بخليك محتفظ بكل هالاوراق وكل هالنسخ، وراح اسالك ليش تم التعامل معك بهذه الطريقه سواء في هذا التقرير او في مواضيع ثانيه. فاصل قصير بعده نعود للجزء الاخير من الحلقه. حياكم الله، خلونا نشوف الجزء الأخير من حوارنا مع رئيس الاتحاد السابق منصور البلوم. نتابع. السائلين يقولون التقرير إذا أنه ما أعلن كيف حصلت عليه؟ حصلت عليه من عادل جمجوم. عادل جمجوم رئيس الحالي. إيه. سلمك التقرير. إيه. ليش؟ لأن الكتل كان مجرد الحديث قال له، وهو كان أحد أعضاء اللجنة وقال لي إنه التقرير بالعكس بصالحك وكذا وكذا، لأن كنت أعرف إيش موجود في التقرير. كيف وصل لعادل جمجوم التقرير أصلا؟ هو أحد أعضاء اللجنة. هو أحد أعضاء اللجنة. إيه. وأعطاك التقرير. إيه. اللي ما أعلن. هذا هو التقرير. طيب السؤال الحين، هذا التقرير اللي فيه 532 مليون مداخل نادي الاتحاد، 416 مليون صرف على كرة القدم، 120 تقريبا مليون، أنا ترى ضعيف في الرياضيات أدبي أنا مش علمية بالمناسبة، 120 مليون صرفت على ألعاب مختلفة، هذا رقم كبير جدا يصرف على 4 سنوات، يعني تقريبا أنت صرفت، يعني هذه ما لها دخل بأدبي ولا علمي، 30 مليون في السنة على الألعاب المختلفة. أي بس نتجت إيش؟ نتجت ان نادي الاتحاد بطولات نادي الاتحاد في عهد منصور البلوي 232 بطوله في كل الالعاب. في كل الالعاب في الاربع سنوات الاتحاد حقق 232 بطوله. مركز اول. مركز اول. اي مركز اول، ومستعد اعطيك مياه وبعد حطوه على ال. انا كل شيء اخذته منك بحطه على بحطه على تويتر عشان الناس ترجع له. وكل الناس تسأل كيف يصرف الشيك من الاتحاد السعودي وهو بأسماء اللاعبين، وانت قلت انه في ظهر الشيك موجود في. طيب في من ضمن الأسئلة كمان جاتني موضوع بن محفوظ عشان ما انسى. موضوع شيك بن محفوظ. شيك 100 مليون. شيك بن محفوظ وانت تقول ما دفع لي ولا شيء. لا لا ما دفع. شيك بن محفوظ ارض اشتراها مني الشيخ خالد الله يرحمه. ايه. بحدود ال 400 مليون، والحمد لله ان كان الوسيط في الموضوع. الأرض سجلت كانت في البداية باسم الشيخ إبراهيم أفندي رئيس أعضاء الشرف الاتحاد. أي. وهذا الأول، هذا الشيك أبو 100 مليون اللي تكلموا عنه هذا هو، وهذا إداعة، واللي سرب الشيك لأحد الأخوان خالد العمودي، وهذا الشيك أيضا شفت سرب. شو سرب؟ هو اللي كانت معه، هو اللي جاب لي الشيك أصلا خالد العمودي، لأنه كان وسيط أيضا من البيعة في البيعة، خالد العمودي، خالد سعيد العمودي. أي. وهذا هو الشيك. وشوف انت الشيك الخلفي اللي وراه في نفس الوقت السعي حق الارض باسم خالد العمودي، ومكتوب فيه هذا الشيك الثاني السيد خالد السيد العمودي. ايه. مليونير ريال. ايه. وذلك مليون. سعي ارض وذلك سعي بارض الشيخ خالد. الشيخ خالد. طيب الحين الرجال كان هو اخذ سعي في هذا. أيه. طب ليش سرب الشيك؟ سرب الشيك لمصالح. يعني الحين هذا الشيك سرب لوسائل. أيه. الاعلام على انه دعم 100 مليون وهو في الاصل قيمه ارض. من قيمه الارض. واللي سربه خالد العمودي. واللي سربه خالد العمودي. نعم. وهو ما اخذ. وهو ما اخذ سعي. وهذا الشيك الاولاني في الدفعه الاولى. شوف الدفعه الثانيه من الارض. شوف هذا هو باسم ابراهيم افندي. أيه؟ هذا هو باسم الشيخ ابراهيم افندي. أيه؟ تفضل اقراه. هذا هو تسجيل ابراهيم افندي. طيب خلينا عشان اتاكد اني فهمت. أيه. 100 مليون دفعت لك جزء من قيمه ارض. أيه. خالد العمودي اخذ سعيه في الموضوع. نعم. وهو يعرف انها قيمه ارض. نعم. ومع ذلك سربها للاعلام على انها. نعم. دعم انت اخذته. اي. وعادل جمجوم كان في عضو لجنه تقصي الحقائق من الناس اللي قالت تسال نادي الاتحاد في فلوسك اللي انت دفعها من حر مالك. نعم. يسالونك ليش صرفتها بهالطريقه. أيه.
وهو في لجنة تقصي الحقائق يعطيك العقد يعطيك التقرير التقرير نعم يعطيك إياه يقول لك خذه. طب التقرير ليش ما أعلن؟ ما أدري أنا، لا تسألني أنا ليش ما أعلن. ما أنت تحس أنت تحس بصراحة أنت تحس إنه ما أعلن عشانه في صالحك؟ والله إنه في صالحي أو غير في صالحي، المهم إنه ما أعلن للظروف اللي هم يرونها في ذلك الوقت. لكن أنا شخصيا ما همني لجنة تقصي حقائق أولى لجنة تقصي حقائق ثانية، لأني أنا أثق في شيء واحد، أثق في منصور بلو وماذا عمل النادي الاتحاد. طيب أبغى ما علي من الآخرين، أنت جاي تحاسبني في مالي اللي أنا دفعته مو بصحيح. طيب أبغى أسأل الحين في موضوع، في كمان ناس تسألني عن جزر البندقية. إيه المساهمة حق جزر البندقية، إيش موضوعها هذه؟ مساهمة جزر البندقية مساهمات، أنا تركت عدة مساهمات في نادي الاتحاد. إيه أول شيء أنا في عهد إدارتي لله الحمد تركت نادي الاتحاد لا يوجد عليه أي مبلغ مالي مطالب فيه نادي الاتحاد لأي جهة كانت. ها تركت لهم مساهمتين، مساهمة اللاعب أنا مشتريه فاغنر وحنتكلم عنه، هذا اللاعب أنا اشتريته ب 18,925,000 18,925,000 ريال ولا دولار ولا ريال؟ ريال. أي ريال. ويملك الاتحاد من بطاقته 20%. طيب ويلعب معانا موسم واحد، فعلا جاء لعب معانا موسم واحد. ها وبعدين غادر الى البرازيل اللاعب هذا. أيه؟ بعدين موضوع موجود ايش فكر خلينا نفتح تطرقت له. طيب فلما اللاعب هذا ملف اللاعب هذا جات في اداره الدكتور خالد مرزوقي في اداره المهندس جمال ابو عماره، دفعوا لنا 2.5 مليون يورو انهم يشتروا البطاقه ال 20% حقتها. وقتها كان جمال ابو عماره قلت له لا ما تبيعون اللاعب. مين هذا اللي يبغى يشتريه؟ كانوا نادي كريزيرو. كريزيرو اي يبغى يدفع لكم 2.5 مليون يورو ويشتري اللاعب. اي رفضت انا في ذلك الوقت. قلت يشتري حصتكم؟ حصتنا. اي حصتنا. رفضت في ذلك الوقت انه يشتروا اللاعب. اي في عهد اداره الدكتور خالد مرزوقي شو باعوا اللاعب بمبلغ 5,500,000 ريال 5,500,000 ريال. ها مليونير رغم اني كلمت في وقتها فراس التركي. انتم عرض عليكم 2.5 مليون يورو إيه؟ عشان يشترون هال 20%. إيه؟ وقلت انت الجمال ابو عماره لا خلي اللاعب يقعد. إيه؟ كاستثمار. كاستثمار في عهد خالد المرزوقي انباع اللاعب ب 5 مليون ريال. ب 5 مليون ريال و500 على حسب هذه ميزانيه خالد المرزوقي. طيب اللي هي من الايرادات اللي هي شوف بيع اللاعب فاغنر ب 5,503,000 اعطيك اياها عشان تشوفها. ولكن انا لما راجعت للعقد ورغم ان اللاعب لما نبيع على كريزيرو انباع بعد 3 ايام من شراء كريزيرو لنادي الاتحاد، من نادي الاتحاد باعوا اللاعب على نادي روسي بحوالي 15 مليون يورو. فكان المفترض ان تكون حصه نادي الاتحاد ال 20% اكثر من 3 مليون يورو. لكن معلش ابو ثامر بس خلينا عشان اتاكد ان انا دائما احرص انه انا اعرف انه انا فهمت صح عشان صحح لي اذا غلط. اللاعب عرض عليكم 2.5 مليون يورو قلتوا لا. لا نعم. في عهد اداره خالد المرزوقي باع لاعب 5 مليون ريال. ايه ب 5 مليون ريال. نعم. وبعد ما باعه على نادي كروزيرو بثلاث ايام. ايه النادي كروزيرو باعه على نادي روسي ب 11 مليون يورو. ايه بحوالي 12 او 15 مليون يورو ماني فاكر بالضبط، بس بيع في ذلك الوقت بهذا المبلغ. كم المفروض تكون نسبة الاتحاد منها؟ كان المفروض تكون نسبة الاتحاد من بين 3 إلى 4 مليون يورو تقريبا يعني. طيب ليش باعوا بخمسة مليون؟ والله إذا كنا الظروف اللي تحكم النادي ذاك اليوم ما تقدر، كان هو المسؤول وكذا. لكن مش هذه النقطة، النقطة إن البيع ما كان كذا، البيع كان عبارة عن مبلغ 5,500,000 ولاعبين. شوف هذا التفاصيل العقد اللي كان بين الدكتور خالد ونادي كروزيرو ومترجمه، ممكن تحطوها عندك حتى في السايت. ايش في تفاصيل البيع؟ تفاصيل البيع انه الاتحاد له حق بلاعبين ها تحت 20 سنه من نادي كروزيرو لاستثمارهم. اللاعبين هذا لم يحدد اسمهم ولم يحدد مراكزهم ولا تعرف وين مصيرهم الى حد الان. وهميين يعني؟ هل الله اعلم، بس هذه الاتفاقيه.
5 مليون ولاعبين ولاعبين ال 5 مليون وصلت للنادي وصلت للنادي واللاعبين واللاعبين ما تدري عنهم وينهم مش مسجلين ما في عنهم اي معلومات ما في عنهم اي معلومات وبعد ما باع للنادي كروزيرو كروزيرو باع النادي الروسي ب 11 12 من بين 12 الى 15 مليون يورو اعتقد عشان تكون معلومة دقيقة يعني. طيب إيه هذا موضوع فاغنر إيه والمرزوقي إيه طيب دكتور المرزوقي عفوا والموضوع جزر البندقية موضوع جزر البندقية استثمار في 15 مليون العقد موجود في نادي الاتحاد وصفوا المساهمة وكان المفروض أن نادي الاتحاد يطالب أعتقد أنه طالب أيام جمال أبو عمارة وأكرم أنا ماني رئيس النادي أو أني عندي وكالة أني أقدر أني أطالب لهم في هذا كل الأوراق حقت المساهمة حقت نادي الاتحاد موجودة في نادي الاتحاد هذا الملف اللي فيه الشيكات تسمح لنا ناخذ منه صور ما باخذها كلها يعني كثير بس المبالغ اللي دفعتها كلها هنا موجودة بعض المبالغ الموجودة والبعض الآخر موجود أيضا بس ما حبيت أجيب لك ملفات لو طلبت الإدارة الحالية ولجنة تقصي الحقائق الحالية صور من أو نسخ من هذه الوثائق تعطيها موجود أصلا في النادي ليش يطلبون هذه كلها أوراق النادي يا أخي هذه بأوراق النادي وإذا بغاها يأخذوها هذه موجودة كلها بأوراق النادي طيب في ناس تسألني تقول لي منصور بلوي لما تمت إقالته وحتى لما يجيه تليفون يمنع مثلا من الرئاسة ويقولوا له أجل هو يمنع بس أنه يقولوا له أجل ما فكرت تلتقي مثلا بخادم الحرمين تذهب للديوان الملكي تطلب منهم تسأل شو السالفة يعني ليش أنا أمنع يا أخي أنا بقول لك شيء واحد والله خادم الحرمين كلنا أبناءه وأكيد ينظر إلى هذا كذا فهو مشغول بهموم أكبر ها من أننا نشغل في موضوع كورة والتقى الحمد لله جت من هذا خلاص الحمد لله واحد يتحمل عنه متى ما سمح هو الحمد لله أنا موجودين احنا ما حتترك الاتحاد لا ما أترك الاتحاد طيب في ناس تسألني تقول لي ايش رايك في نور أسأل أبو ثامر عن رأيه في نور الحين نور ما غني يعني نور يظل أنا في وجهة نظر اللاعب رقم واحد في المملكة العربية السعودية في الجيل الحالي نور أقول يعني للناس اللي يقولوا عليه أنه سرطان كذا يا ليت إذا كان نور سرطان في الاتحاد أتمنى أن كل لعيبة الاتحاد يعتبروا سرطان ويحققوا للاتحاد ما حققوا نور زعلك هذا الوصف اللي يوصف فيه طبعا ما يوصف لاعب اصلا في مرض خبيث ما يوصف الا 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 من عقليه خبيثه يعني انا بتكلم على لاعب حمل على ساعد نادي الاتحاد 21 بطوله رفعها لنادي الاتحاد هل هذا يكون جزاؤه كيف اتمنى من لعيبتي اللي موجودين انهم يخلصوا للنادي او يعطوا للنادي يا اخي انتوا كنتوا اللي تقولوا الكلام هذا انتوا كنتوا تاخذوا مرتبات من نادي الاتحاد انتوا ما اشتغلتوا في نادي الاتحاد مجانا انتوا اشتغلتم باجر في نادي الاتحاد كنتوا تاخذوا من نادي الاتحاد كذا لما يتاخر على نادي الاتحاد لو تاخرت عليهم شهر ها شفتهم زعلوا ما جو كيف تطلب من اللعيبه انهم يؤدوا ولا انهم هذا طب انتم الاولى يا ريت مره فيكم واحد مره تبرع براتب وقال هذا تبرع مني الى نادي الاتحاد اتحداهم بالعكس كانوا يسابقوا اللاعبين على اخذ رواتبهم هذول اللي يقولوا لك الان يسووا نفسهم يقولوا لك ان احنا اتحاديه ولا شيء يا رجل في احد مقالاته مره على اساس مدير كره موجود في نادي الاتحاد وانه ما هو متزاعل معاه او ما هو عاجبه تمنى ان الاتحاد يخسر نهائي عشان مدير الكره يمشي هذول تقول عليهم اتحاديه هذول وناس سبحان الله سبحان من خلقهم بس ابو ثامر وصلنا لنهايه الحلقه نؤكد انه انت هذه الاوراق راح ننزلها كلها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر للي حابب يطلع عليها تتحمل انت مسؤوليه كل ما ذكرت نعم وكل الوثائق اللي متحمل قدمتها في الحلقه متحمل كافه المسؤوليه على كل ما قدرت في ناس تقول لي ما قد صار بينك وبين او ما قد جاك اي اتصال من خادم الحرمين جاك اتصال انت اي نعم جاني اتصال الاسيويه ولا لا جاني اتصال في لما اخذنا البطوله الاسيويه وجاني الاتصال الثاني لما فزنا على الاهلي المصري
في واحنا في طوكيو، وحقيقه خادم الحرمين من يعني ما شاتي مهما قلت فيه انها مجروحه، بحيث حقيقه يحب اي انجاز للوطن، يحب اي انسان يحقق انجاز للوطن. والحمد لله ان في تلك الفتره النادي الاتحاد كان هو اللي حقق انجاز للوطن. طيب باقي اترك لك دقيقه اذا تحب تختم فيها، تحب تقول شيء لاي جهه، لاي مسؤول، الى انا اللي بختم الى جمهور الاتحاد، اللي بقول له حاجه واحده، ها يا جمهور الاتحاد، الحمد لله ان شاء الله نادينا النظام، وان شاء الله نادينا باذن الله حترونه في القريب العاجل في مكانه الطبيعي لما يليق في سمعه نادي الاتحاد ومكانه نادي الاتحاد. ابو ثامر الاستاذ منصور بلوي رئيس اسبق نادي الاتحاد، شكرا جزيلا لك، تواجدت معنا في هذه الحلقه، قدمت كل هذه الوثائق، كل هذه الاوراق، ناكد للمتابعين حننزلها كلها في مواقع التواصل الاجتماعي، ناكد ان رئيس الاتحاد يتحمل مسؤوليه صدقيه هذه الكلام وصدقيه هذه المعلومات. شاكرين لك اختيار برنامج كوره لهذا الظهور، نتمنى لك التوفيق، نتمنى نادي الاتحاد العوده والتعافي سريعا والرجوع الى وضعه الطبيعي كما كان. مشاهدينا الكرام، موعدنا غدا 11:30 في أمان الله. إلى هنا وصلنا معكم لنهاية الحلقة، موعدنا بكرة إن شاء الله 11:30 في أمان الله.